لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت وزارة التربية الوطنية أن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بلغت أكثر من 60%، وأعلنت الوزارة أن الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يوفق 9.50 يعتبر ناجحا في الشهادة، وعدد الناجحين المتمدرسين هو 250,000. كما أن التلاميذ المقبولين في السنة الأولى ثانوي بلغ أكثر من 500,000 مترشح، ما نسبته 65.13%. ولحد الساعة افتك تلميذ لوصيف حنين معدل 19.93، وهي المرتبطة الأولى وطنيا، كما اكتتبت بشرة حفصة وهي معدل 19.80 تلميذة تنحدر من الوادي وبتنا علي التوالي في انتظار إعلان عن الأوائل من قبل وزارة التربية الوطنية. وبس كده يا جماعة، نشوفكوا الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.